السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاك أبو مصطفى من قناتكم فيروس كلاب القاهرة. تحياتي ليك، تحياتي الناس المشتركة معاك القناة، تحياتي لجميع مربين الكلاب وغات الكلاب في مصر والوطن العربي. تحياتي للجميع، رب تكونوا بخير. قاعدين لكم من جديد بفيديو جديد. طبعا ده يا جماعة كوبر، شاطر 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 كوبر. طبعا زي ما انتم شايفين كده الله أكبر، الفيديو الثالث على التوالي. طبعا مستمرين مع علاج كوبر اللي كان بيعاني من حساسية وقشور والتهابات مزمنه وامراض جلديه. زي ما انتم شايفين كده القشور يا جماعه اهي اهي بقت الحمد لله خلاص، بقت زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو القشور خلاص بتبتدي تنتهي ان شاء الله بامر الله، لان كان عنده قشور مزمنه. والديل يا جماعه زي ما انتم شايفين الحمد لله الشعر ابتدى يكسي والكلب ابتدى يرد كده، ويعني الجلد بتاعه يلمع، الجلد بتاعه بقى يبقى طري وكويس زي ما انتم شايفين اهو. ادي كوبر اللي كان تعمل كده يطلع لك شعر في ايده، تعمل كده يطلع لك قشور اكنه مبدور زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو. الله اكبر، شعرها كويسه جدا. شاطر كوبر، شاطر شاطر، شعرها كويسه. وادي ادي الوش يا جماعه، وادي اللسة لو انتم تفتكروا. شوف السنان بقت بيضه اهيت، وبقاش فيه لسه منديه ولا اي حاجه خالص، تمام. ولسه 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 مستمرين في حاله كوبر. طب في هنا بقى سؤال مهم جدا ممكن ينطرح من احد المشاهدين او من الاستاذ عمر صاحب ملك الكلب. طب كده نوقف بقى كده العلاج وكده، شكرا بقى ابو مصطفى كتر خيرك، ونكمل احنا بقى في البيت، او اللي احنا كده خلاص بقى كده الكلب اهو الحمد لله بفضل ربنا تكرحات والدنيا بقت جميله ومش عارف ايه، ونوقف بقى كده خلاص بقى علاج. لا يا جماعه للاسف، لو انت وقفت علاج هتخسر كل الخساير وهتخسر الجلد والسقط زي ما بيقولوا كده بالبلد. اللي هقول لك ليه، لان دي جرعات لازم تمشي تحت الاشراف الطبي بتاعي اللي هو شغلي، ولازم يكمل الجرعات، ولازم اللي انا اهدى عليه خالص خالص. وكمان ده لسه هيخش حاجه اسمها فتره وقايه من المرض، لسه علاجات فترة وقاية من المرض، اللي هو مش احنا اللي بنعالج وخلصت، لا ده احنا الحمد لله بفضل ربنا بنديك شهادة ضمان بعد ربنا كمان اللي المرض ده مش هيرد له، بناء على شغلنا معاه وبناء على التعليمات اللي احنا هنديها لك في حياة الكلب بقى في المستقبل بقى، المحاذير والحاجات اللي هي وقع فيها الكلب لو انت ما عملتهاش تأكد ان المرض مش هيرد له مليون المية. انما لا قدر الله لو انت وقعت في نفس الخطأ ممكن لا قدر الله يرجع ليه حاجات بسيطه بسبب الاخطاء اللي انت وقعت فيها، لان طبعا كتر مش عيب اللي انت تغلط، العيب اللي انت تتمادى في الغلط. طبعا زي ما انتم شايفين ادي حاله كوبر، وربنا يبارك للاستاذ عمر، وتحياتي من هنا لحد ما كوبر يسلم. تحياتي لاهل الاميريه كلهم، اهل رجاله بامانه ربنا، وبيعرفوا يقدروا التقدير، ويعرفوا يقدروا الواحد اللي بيتعب بايه وازاي، وبيعرفوا يقدروا الرجاله ومنبع الرجاله، هما منبع الرجاله عامه يعني. تحياتي ليك يا باشا، وتحياتي الاهل الاميريه كلهم، ويا رب يكون كوبر وحاله كوبر عجبتكم. ولسه 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 لسه ما عملناش حاجه، كل ده احنا لسه بنسلك سناننا مع كوبر كمان، ده لسه كوبر هيبقى حاجه حلوه، هيبقى حاجه جميله جدا جدا. هيبقى الاستاذ عمر يتمنى اللي كان كوبر يبقى كده في الثلاث سنين ونص اللي فاتوا ان شاء الله بامر الله. نقدر نكون عند حسن ظن الاستاذ عمر، وحسن ظن اهل الاميريه كلهم، وحسن ظن اهل المشاهدين والمربين وحابين الكلاب على القناه عندنا. يا ريت يا جماعه ما تنساش الاشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، تعلم علامه الجرس للكل عشان يوصلك انت اول واحد كل جديد احنا بننزله، وتابع حلقات كوبر هتستفاد منها كتير، وهتستمر وهتعرف انت بتتابع مين، انت هتبقى فاهم انت بتتابع مين على اليوتيوب، وبتتابع مين على السوشيال ميديا، وبتعرف انت بتاخد معلومه من مين، وبتعرف انت بتشتغل وبتتفرج وما بتضيعش باقتك، وما بتضيعش النت بتاعك، وما بتضيعش فلوسك والباقه بتاعتك في فيديوهات اوانطه. الحمد لله بفضل ربنا فيديوهاتنا كلها تعليميه ومصداقيه كامله فوق الضمير، الحمد لله بفضل ربنا، لان بالنسبه لنا اخرتها متر في متر وشويه تراب. ده بالنسبه لحياتنا وشغلنا مع الارواح، مع اي روح على وجه الارض مش الكلاب بس. وزي ما انتم شايفين يا جماعه، ويا ريت يا جماعه بعد اذنكم كتر من اللايكات والشير والحركات عشان الناس كلها تستفاد. هترجع مع اشوفك على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.